بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. أهلا بكم بالتأكيد وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد هنكمل فيها متابعة يعني الأخبار الخاصة والكواليس الخاصة بمباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. المباراة المقرر إقامتها إن شاء الله يوم السبت بعد القادم على ملعب رادس في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. وزي ما اتكلمنا امبارح في حلقه الامس ودخلنا في تفاصيل المباراه واخبار وكواليس هذه المباراه، بالتاكيد النهارده عندنا الجديد وعندنا ايضا كواليس جديده، ودايما هنحطكم في الصوره ونقربكم من اجواء هذه المباراه قبل ما يقرب من حوالي اقل من 10 ايام على هذه المباراه الكبيره اللي بالتاكيد بتشغل بال كل الجماهير المصريه والتونسيه وايضا كمان الجماهير المغربيه. الطرف الاخر بالتاكيد اللي هيكون عنده مواجهه مهمه جدا مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا في نفس الدور، واللقاء الاول هيكون في كازابلانكا، ولكن في نفس اليوم بعد مباراه الترجي والاهلي هتكون المباراه الساعه 9 بتوقيت القاهره. نبدا حلقتنا وسؤال حلقه اليوم اللي بالتاكيد بنتمنى الكل يدخل ويشارك معنا في الاجابه على هذا السؤال. هل تتوقعوا موافقه الكاف على حضور الجماهير في مباراتي الاهلي والترجي؟ شاركوا معنا عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات، خاصة أن هذا السؤال بالتأكيد هيكون محور الحديث خلال الفترة الجاية بعد ردود الأفعال الواسعة بعد حلقة الأمس اللي طرحنا فيها مجموعة من الأخبار الحصرية والكواليس المتعلقة بإمكانية حضور الجمهور في لقاء رادس والخطوة اللي اتخذها الترجي التونسي بإرسال خطاب رسمي خلال الساعات الأخيرة من أجل حضور الجمهور في لقاء الذهاب يوم السبت 19 يونيو. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته غدا استعدادا للترجي. كمان في ترند الأهلي، الأهلي الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الترند العالمي، المنتخب البرازيلي يحسم مشاركته في كوبا أمريكا. تفاصيل كتير وأخبار عديدة في حلقة اليوم، لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ ندخل في تفاصيل الحلقة وبعض الأخبار اللي عندنا بخصوص مباراة الأهلي والترجي. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. ترند الترند دايما بتسمعوا مننا الأخبار الجديدة والأخبار الحصرية، لكن قبل ما أدخل في الأخبار الحصرية عايز أطمنكم طبعا على استعدادات الفريق لمباراة الترجي التونسي، خاصة بعد الراحة السلبية اللي خدها الفريق خلال الفترة الأخيرة عقب العودة من الدوحة بعد الفوز بالسوبر الإفريقي. أقيمت مباراة ودية ثم أجازة وراحة سلبية لفترة حوالي 6 أيام استعدادا بقى للمرحلة الجاية، وكان مهم جدا الراحة دي عشان تبدأ ترجع بشكل جيد جدا للفترة اللي جاية في ظل ضغط ماتشات، ومش هتاخد أجازة الفترة الجاية لغاية ما تبدأ الموسم الجديد. إن شاء الله بكرة الفريق هيستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، وبالطبع ده طبعا قرار من الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. أفشة عايز أطمنكم بإذن الله إن شاء الله هيسافر مع الفريق إلى تونس وهيكون في القائمة الأساسية اللي هتسافر استعدادا لهذه المباراة الكبيرة. أفشة بنسبة كبيرة كل يوم الحمد لله الحالة بتتحسن، وإن شاء الله هيكون مع البعثة اللي هتسافر إلى تونس يوم الثلاثاء القادم قبل موعد المباراة بحوالي 4 أيام، وهيكون في تدريبات يومية هناك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي. طاهر محمد طاهر اليومين اللي فاتوا كان خرج من معسكر المنتخب الأولمبي وتم استبعاده من المباراة الودية الأولى اللي هتقام غدا ما بين مصر مع جنوب إفريقيا. عمل أشعة على الكاحل والحمد لله الأشعة أثبتت سلامة طاهر محمد طاهر، وهيعود من جديد إلى تدريبات المنتخب الأولمبي عشان يستعد للمباراة الودية الثانية اللي هتكون تحت قيادة الكابتن شوقي غريب في ختام معسكر المنتخب الأولمبي اللي بيستعد لدورة طوكيو الأولمبية. محمد هاني يعني دكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية كان قال محمد هاني هيعود للتدريبات بعد 2 أسبوع، يعني بنتكلم محمد هاني طبعا بنسبة كبيرة خلاص هو خارج مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، لكن لقاء العودة مش عارف بقى الوقت هيسمح الوقت هيكون مناسب إن يلحق ويكون جاهز فنيا وبدنيا للقاء، مش عارفين هنشوف الفترة الجاية، لكن مدة 2 أسبوع دي يعني هيرجع للتدريبات يوم 24 أو 25 يونيو ولقاء الإياب في ملعب الأهلي والسلام يوم 26 يونيو الساعة 9 بتوقيت القاهرة. لسه قدامنا وقت ولسه مع كذا برنامج تأهيلي هيخوضه محمد هاني مع إجراء أكتر من أشعة الفترة الجاية هيتحدد الموقف النهائي للحاق محمد هاني بلقاء العودة، لكن معنى أنه هيغيب 2 أسبوع إذن هو خارج مباراة الذهاب بنسبة كبيرة جدا. طيب ندخل بقى للأخبار الحصرية
والخبر اللي عمل ردود فعل واسعة بالأمس بعد ما أعلننا أن نادي الترجي التونسي أرسل خطاب رسمي للاتحاد الإفريقي وللحكومة التونسية طالبا حضور جمهور بسعة وعدد محدد في ملعب رادس في لقاء الذهاب. طبعا بالأمس ناس كتيرة تناقلت هذا الخبر بعد ما قلناه، وكان معنا كمان الإعلامي بديع بن جمعة الإعلامي التونسي القدير، وشرح لنا كواليس الموضوع وادانا تفاصيل أكتر بخصوص هذا الموضوع. عشان أوضح للناس الفكرة في مسألة حضور الجمهور، عشان برضو الناس ما يكونش عندها لغط في هذا الأمر، وممكن البعض يتوقع أن يكون في مجاملة لبعض الأندية أو أندية أخرى، عشان نتكلم بالمنطق ونتكلم بالحق وبالعدالة في هذا الأمر. أي نادي للحق أن يطلب حضور الجمهور، ولكن الاتحاد الإفريقي بيرهن الموافقة على شرط أساسي أن السلطات الصحية وحكومات الدول هي اللي تؤكد على أن حضور الجمهور متاح في هذه الملاعب وفي هذه الدول ولا لا، لأن الأمر هنا متعلق بقرار صحي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا. بنشوف في سيمبا التنزاني كان الأول العدد بدون إجراءات احترازية، إلى أن الكاف ده دخل وقال لك لا لازم إجراءات معينة، وأنا اللي وافق بعد ما السلطات الصحية في كل دولة تقول أوكي أنا أدي موافقة بالعدد الرسمي. فبمعنى أدق لما جينا لعبنا مع سيمبا حضر حوالي 10,000 أو 50,000 متفرج في اللقاء الأولاني، بعد كده اتعملت إجراءات احترازية وبقى سيمبا بيدخل ما بين 5,000 إلى 10,000 متفرج بإجراءات احترازية معينة. لما لعبنا فيتا كلاب حضر حوالي 3,000 متفرج. الترجي شايف أن المباراة القادمة ممكن يكون فيه فرصة أن يحضر جمهور، وهو بيعمل ده كمان يا جماعة عشان نقطة مهمة كمان عايز أكد عليها. الترجي في لقاء شباب بولزداد لما دخل جمهور دون موافقة الكاف ودون موافقة السلطات الصحية، لجنة الانضباط بعدت تحذير للاتحاد التونسي وللترجي عشان لو تكرر الأمر هيكون فيه قرارات انضباطية. فهو شايف أن طالما بيخش 1000 و2000 طب ما أطلب رسمي عشان لو دخل العدد ده أبعد عن أي فكرة قرار عقوبة أو مخالفة في الفترة اللي جاية. فهو طلب بشكل رسمي أن يكون في جمهور في لقاء الأهلي، ممكن يتوافق له على 1000، ممكن يتوافق له على 5000، هو طالب 30% من ساعة الملعب، لكن مش شرط يتم الموافقة على 30%. وحتى لو الصحة في تونس وافقت على دخول جمهور، في النهاية القرار في العدد هيكون طبقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي، هو اللي هيقول العدد وبخطة معينة وإجراءات احترازية. وبالنسبة للجمهور، ياما الأهلي لعب الترجي في تونس كتير بحضور جمهور وكان بيكسب في رادس، مش هتكلم في مثلا مباريات يعني من سنوات بعيدة، لا احنا بنتكلم مثلا في العشر سنوات الأخيرة. نهائي أفريقيا 2012 كان بحضور جمهور والأهلي فاز، نهائي 2006 مع الصفاقسي بحضور جمهور في ملعب رادس والأهلي فاز، في 2017 الكوارتر فاينل الدور ربع النهائي الأهلي كسب مع الترجي في تونس رغم أنه كان متعادل إيجابي هنا في القاهرة والأهلي تأهل لمرحلة الدور نصف النهائي. فبالتالي حضور الجمهور مش هيعمل قلق بالنسبة لنا، احنا متعودين نلعب في رادس بحضور جمهور وبنقدر نعمل نتيجة إيجابية. لكن عشان نتكلم برضو باللوائح وبالقوانين، ممكن يطلب حضور جمهور وفي النهاية الاتحاد الإفريقي هو اللي بيوافق. لكن أنا كنت عايز أوضح الجزئية دي عشان امبارح الموضوع الناس كانت بتسأل وليه وطب إزاي واحنا ممكن نطلب، احنا ممكن نطلب في لقاء العودة، لكن في النهاية الأمر راجع هنا للسلطات هي اللي تدي الموافقة من عدمها، ولو ادت موافقة الكاف بيتفق معاك على العدد، وفي النهاية ايا كانت الموافقه العدد لن يزيد باي حال من الاحوال عن 30% من سعه الاستاد. لو الاستاد بيسع 30,000 مش هيحضر اكتر من 5000 او 10000، لو الاستاد بيسع 60,000 مش هيحضر اكتر من 20,000، وبيتم يعني حضورهم باجراءات احترازيه. طيب الجزئيه الثانيه الفار، وانا الاسبوع الماضي كنت كلمتكم وقلت لكم فكره الحضور الفار وتقنيه الفيديو في مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وقلت لكم في نهايه هذا الاسبوع هيكون في قرار رسمي باعلان اسماء الحكام، وكل اللي كان بيتقال عباره عن شائعات. وبالفعل يوم الخميس الماضي الاتحاد الافريقي ارسل اسامي الاطقم التحكيميه اللي هتدير مباريات نصف نهائي دوري الابطال والكونفدراليه، واعلم من ضمن الاسامي اللي هتكون موجوده ان في حكام تقنيه الفيديو وينفذ بروتوكول الفار. لكن عايز برضه اوضح نقطه لكل الساده المشاهدين عشان الناس هتبدا تسال على هذه الموضوعات وهذا هذه الجزئيه تحديدا قبل لقاء رادس يوم السبت بعد القادم. مش معنى ان اتحط اطقم تحكيميه وفي حكام فار في المباريات القادمه ان كده الفار موجود بنسبه 100%. في بعض الاجراءات المعينه لازم تتم الفتره الجايه عشان نطمئن بنسبه 100% ان الفار موجود. اول هذه الاجراءات ان الشركات اللي بيتعاقد معها الاتحاد الافريقي وهي معتمده من مجلس الايفاب بترسل الادوات والمعدات الى الملاعب اللي هتقام عليها هذه المباريات. النقطة الأساسية إن الجمارك بتخلص هذه الإجراءات بوقت يكون مناسب عشان تقدر توصل الأدوات والمعدات
إلى ملاعب هذه المباريات، ملعب رادس، ملعب محمد الخامس في كازابلانكا، أيضا ملعب الأهلي والسلام في لقاء الإياب، وأيضا كمان ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج في لقاء العودة لكايزري تشيفز. إذا الأدوات وصلت وعدت من الجمارك ووصلت قبل توقيت مناسب في هذه المباريات، الفار هيكون موجود. الحاجة الثانية الأخيرة، ليلة المباراة بيتم تجربة هذه المعدات والأدوات بنسبة 100% بوجود الأطقم التحكيمية اللي هتدير هذه المباراة. فيكتور جوميز حكم الساحة، وهيكون معاه الزامبي جاني سيكازوي في غرفة الفار. بعد ما بيتم تجربة الأدوات والمعدات وكل الأمور تمام، تاني يوم المباراة بتكون بتقنية الفيديو بشكل سليم بنسبة 100%. إذن مش الإعلان الرسمي إن خلاص التقنية موجودة، أنا أهم حاجة بأكد عليها إن الجمارك والإجراءات اللوجستية في إرسال الأدوات والمعدات تعدي وتخلص قبل موعد المباريات. مصر والمغرب ما عندهمش أي أزمة، لأن كده كده الفار موجود في مصر وموجود في الدوري المصري والدوري المغربي، فكده كده الأدوات والمعدات موجودة. إذا احتاجوا أدوات زيادة بيتم إرسالها من الشركة اللي تعاقد معها الاتحاد الإفريقي، وبالمناسبة هذه الشركة بتبقى معتمدة من مجلس الأيفاب، مش أي شركة، في شركات معينة مجلس الأيفاب هو اللي بيعتمدها وعلى أساسها الاتحادات القارية بتتعامل معها. وفي النهاية لا نسعى ولا نبغى إلا تطبيق العدالة في المباريات القادمة إن شاء الله. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد ولسه عندنا أخبار كتير بخصوص مباراة الأهلي والترجي. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب إحنا عشان نتكلم أكتر في تفاصيل مباراة الترجي والأهلي، بالتأكيد إحنا هنا بنحاول نقدم مادة إعلامية مختلفة شوية، ومن بدري كده بنحاول نعيشكم في أجواء هذه المباراة. وطالما هنتكلم عن مباراة الترجي والأهلي على المستوى الفني، كمان لازم يكون معانا أبرز لاعب وأبرز مدرب اشتغل في الترجي التونسي وحتى على مستوى المنتخب التونسي في السنوات السابقة. لو بنتكلم على الإنجازات، هو مع المنتخب التونسي حقق كأس أمم إفريقيا كمساعد لروجيلو مير عام 2004، تواجد مع المنتخب التونسي في أولمبياد أثينا 2004، حقق مع الترجي الثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا، حاليا عامل إنجازات طيبة مع المنتخب السوري رغم الظروف الصعبة اللي بيواجهها واللي بيواجهها أيضا المنتخب السوري. هو مدرب قدير جدا بتحترمه الجماهير الأهلوية والجماهير الترجوية، لذلك في هذه اللحظات أنا برحب بالكابتن نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا والمدير الفني السابق لمنتخب تونس وأيضا نادي الترجي التونسي. كابتن نبيل يعيشك. شكرا لك يا محمد، شكرا على هذا التقديم، أهلا بك وكل مشاهدي قناة الأهلي، وألف مبروك أولا خاطر الفرصة ما جاتليش باش نهني الأهلي بكأس السوبر، لأني كنت في معسكر والحظر في مباريات المؤهلة لكأس العالم. مبروك مرة أخرى لكل أهلاوية من كل قلبي. الله يبارك فيك، احنا بنقدرك جدا وبنحترمك وبنحب دايما نشوف كل الماتشات اللي بيقودها الكابتن نبيل معلول سواء مع الترجي او المنتخب التونسي او حتى حاليا مع المنتخب السوري. وعايز ابارك لك ايضا في بدايه الحديث على التاهل مع المنتخب السوري، وانت في صداره المجموعه لكاس اسيا وبتستعد كمان بعد التاهل للدور الثالث في تصفيات كاس العالم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المولى سبحانه وتعالى وفقنا، لعبنا 7 مباريات فزنا ب7 مباريات، ما زالت مباراة واحدة ضد الصين يوم الأربعاء يوم الثلاثاء القادم بإذن الله إن شاء الله. طمنا احنا حاليا على المركز الأول، خلاص معناه المركز الأول بالنسبة لنا، احنا نعرفوا أنه في آسيا يتأهلوا فيه 8 مجموعات، يتأهلوا 8 الأوائل وأربعة أفضل ثواني، احنا الحين في المركز الأول. الحمد لله قمنا بمسيرة متميزة مثل ما تفضلت وقلت محمد، رغم الصعوبات الكبيرة اللي اعترضتنا تيلة السنة هذه، تيلة التصفيات سواء معنوية وخاصة المادية ما يخفى على حد، معناه احنا كإطار فني صار لنا حاليا سنة وثلاثة شهور من غير راتب، وهذا طبعا خارج على نطاق الاتحاد السوري. هذه العقوبات اللي موقعة على الاتحاد السوري طبعا من الخارج، لكن الحمد لله هنا نكمل في المشوار، والحمد لله اللي وصلنا المنتخب السوري لبر الأمان. معك لاعبين مميزين، وانا اعرف ان الكابتن نبيل معلول رغم ان ممكن يكون معاك كواليتي كويس جدا، لكن بيتعامل نفسيا حتى مع اللعيب على اعلى مستوى، واعتقد ده السر حتى في النجاحات اللي موجوده مع المنتخب السوري في الفتره الاخيره يا كابتن نبيل. والله يا محمد من سوء حظنا الى حد الان المنتخب السوري ما لعبش بالتشكيل المثالي الاساسي، معناته خالص المباريات اللي لعبناها عمر الصومه مش موجود معانا، احمد الصالح مش موجود معانا، عمر خريبين لسه مش موجود معانا، محمد بركات مش موجود معانا في المباريات الرسميه، يعني لاعبين مميزين ممكن يكونوا اساسيين في الفريق الى الحد الان، دعبول مش موجود معانا، لاعبين مهمين جدا يعني متغيبين علينا في الفتره هذه، لكن الشيء اللي عجبني انا في اللاعب السوري هي العقليه والروح الكبيره اللي يلعب بها وينزل بها في كل مباراه وكانها مباراه دور نهائي، وهذا الشيء معناه اللي قدرته كثير، الروح العائلي الموجود عند اللاعبين السوريين الحمد لله. خاصة أيضا
رغم نقص الامكانيات يعني الاتحاد السوري كرة قدم حاول باش يوفر لنا اقصى ما يمكن لنجاح المسيره هذه. انا عارف طبعا الظروف في اسيا مختلفه شويه عن القارات الاخرى، انتوا حاليا بتلعبوا في مدينه الشارقه في الامارات. نعم مظبوط. والله المفروض محمد احنا كنا نروحوا للصين، مجموعتنا كانت موجوده في الصين. باخر تعرف صعوبات القناة في الفيزا وفي التحول للصين وجائحه كورونا هذه، والصين عامله معناها اشياء صعبه برشا بتتحول الاتحاد الاسيوي في اخر وقت. يعني احنا رجعنا من المطار محمد الاسبوع الماضي رجعنا من المطار وحولوا المجموعه هذه الكل جات للشارقه، واحنا حاليا في فقاعه كنا في نفس الفندق متواجدين، ممنوع الخروج من الفندق، يعني فندق ملعب فندق تلت اسبوعين تقريبا، وتكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله. طيب بعد تاهلك لكاس اسيا هتبدا بقى تحضر للدور الثالث في تصفيات كاس العالم، واعتقد الدور ده دور فاصل ومهم جدا في التاهل وخطوه اخيره قبل التاهل لكاس العالم 2022. والله لكل حدث حديث، ما يخفاش عليك ممكن سكوب ليك انت، صعبه الامور يعني بعد مباراه الصين لازم نفكر كثير، لاني مثل ما تفضلت وقلت معناها قلت لك انه سنه وثلاث شهور والامور ما زالت يعني ما خدتش قرار نهائي في البقاء ولا عدم البقاء. يعني اتمنى ان نبقى مع المنتخب السوري نكمل مشوار مع المنتخب السوري، لكن الامور صعبه جدا خاصه من الناحيه المعنويه والماديه، في صعوبات كثيره معناها في تحضير المباريات في المعسكرات في كل شيء، حتى معناها من خلال جماهيريا يعني المنتخب السوري مش متمتع بالجماهير بتاعه، ما يلعبش على ارضه وما يلعبش جمهور، وتعرف انت عامل ارض الجمهور في تصفيات كاس العالم طبعا قديش عندها معناها قيمه معنويه كبيره بالنسبه لبقيه اللاعبين. اضف الى ذلك معناها تعرف انا ممكن نتعدى ما فيش مشكل، لكن عندي طاقم فني ورايا كامل، يعني سنه وثلاث شهور من غير راتب صعبه كثير على اي مدرب ولا على اي اطار فني. ان شاء الله بتمنى لك التوفيق الفتره الجايه كابتن نبيل، وتقدر تحقق طموحاتك في الفتره القادمه. طيب هاخدك شويه من كورس التدريب واروح لكورس التحليل، انت اولا بتعشق التدريب ولا التحليل اكتر؟ لا التدريب اكثر طبعا. التدريب التدريب احسن بدون انا شكل، لانه المحلل معناها جالس على كرسي ويحلل بعد المباراه يقول والله المدرب كارو سوى كذا وكارو سوى كذا وليش لعب بالطريقه هذه وما لعبش بالطريقه هذه، لكن التحضير ما يعرفش شو معناها التحضير قبل المباريات وتلت الاسبوع والمدرب كيفاش يكفي. انا الحين معناها يعني قبل التمرين خرجنا من اجتماع نقراو في طريقه لعب المنتخب الصيني، تنشيطه الهجومي تنشيطه الدفاعي، هذاك الحلاوه نتاع التمرين نتاع التدريب. طيب نتكلم بقى في كورس التحليل شويه، واخد بقى وجهه نظرك ورؤيتك للمباراة المرتقبة والكل بالتأكيد بينتظرها، مباراة الترجي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا لقاء نصف النهائي. كابتن نبيل معلول شايف المباراة إزاي؟ شايف الإطار الفني في كلا الطرفين، بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، معين الشعباني مع الترجي، بيتسو مع الأهلي وصن داونز حقق البطولة مرتين، معين الشعباني مع الترجي حقق البطولة مرتين متتاليتين في الثلاث سنوات الأخيرة. والله مسيرة ناجحة ومتميزة بالنسبة للمدربين الاثنين بدون أدنى شك. يعني الفريقين الاثنين حاليا في افضل حالاتهم، ولو انا شخصيا كنت بفضل انه سواء النادي الاهلي والترجي الرياضي التونسي ما يصيرش التوقف هذا في الفتره الاخيره، معناها فهمت تكمل هناك مباريات، لكن تعرف موجوده في فداي والمباريات اتشالت معناها بالنسبه لكل معناها ممكن ما نشوفش نشاهدوا مباراه فنيه على مستوى عالي جدا يوم 19، لانه كم صار لهم يعني ثلاثة اسابيع تقريبا ما لعبوش الفريقين الاثنين قبل مباراه يوم 19، ممكن كانت تاثر على الفريقين الاثنين اذا على فريق اذا كان فريق لعب وفريق لا، لكن بما انه الفريقين الاثنين ما لعبوش وقعدوا يتدربوا فقط ويلعبوا في مباراه وديه مش يكون تاثير سلبي على الفريقين الاثنين، ممكن سلبي من الناحيه الفنيه اكثر شيء ممكن، لكن نعرف انه المباراه هذه وانت تعرف محمد يعني 2011 الاهلي كان في افضل حالاته الفنيه والبدنيه، وفي الوقت ذاك افضل من الترجي، والترجي معناها فاز عليه في تونس وتعادل معاه، وقت اللي فزنا احنا بالتشامبيونز ليج وانا ندرب في الترجي 1-0 في تونس 1-1، والترجي وقت كان في افضل حالاته واوج العطاء الاهلي معناها تعادلنا في الاسكندريه وفاز علينا الاهلي في تونس. يعني صعب واحد يقول لك ان يقدر يتكهن في مباراه مثل الترجي والاهلي، تعرف ليش؟ لانه المباراه هذه يوم المباراه اللي باش يكون جاهز معنويا اكثر وفي افضل حالاته وياخذ الاسبقيه المعنويه في بدايه المباراه، لان المباراه هذه تتلعب مش جزئيات اكثر من جزئيات صغيره، هناك نقاط قوه ممكن تولي نقاط ضعف، كيفاش بسرعه معناها المدرب وبالبداهه نتاعو يقدر يصلحهم بسرعه،
وممكن نقاط ضعف تولي نقاط قوة في المباراة. هذا الشيء اللي يعمل الفارق في مباراة بين الترجي والأهلي بدون أدنى شك، التحضير المعنوي الذهني أكثر من التحضير التكتيكي في المباريات هذه. طيب، تجربة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي وإحرازه للبطولة التاسعة على حساب الزمالك في النهائي الشهير السابق، كيف تراها كدافع معنوي قبل مواجهة الترجي التونسي، ومشوار بيتسو حتى هذه اللحظة مع النادي الأهلي بيسير بخطى جيدة في إطار تجربة إفريقية جديدة كان قرار مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب في شهر أكتوبر الماضي يا كابتن نبيل؟ ما فهمتش سؤالك يا محمد سوري. يعني بيتسو موسيماني حقق التاسعة مع النادي الأهلي، هل ممكن ده يكون دافع معنوي ليه قبل مواجهة الترجي التونسي؟ وفي نفس الوقت عايز أعرف رأيك برضو في التجربة الإفريقية في اختيار الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي لبيتسو موسيماني مديرا فنان للأهلي في هذه الفترة. الدافع أظن لأنه ما أظنش أنه لاعبي الأهلي بش يفكروا أنه في مباراة معناها العام الماضي اللي فازوا بها على نادي الزمالك، معناها صعب جدا يعني باش يكونوا مركزين على الترجي ولا شيء غير. ترى شوف انت معناها وسائل الاعلام سواء في تونس ولا في مصر، يعني تقريبا ملي القرعه ملي تاهل الاهلي وتاهل الترجي النصف النهائي واحنا ما نحكيوك عن على الترجي والاهلي والاهلي والترجي، يعني سواء في تونس ولا في مصر بدون ادنى شك. المباريات اللي قبلها الكل تنسات، حتى اللي تلعبت واللي فاز فيها الاهلي ولا اللي فاز فيها الترجي، ولا البطولتين اللي فاز فيهم قبل الترجي ولا البطوله الاخيره اللي فاز فيها الاهلي. بالنسبه لاختيار الكابتن محمود الخطيب اختيار اكثر من ذكاء كبير، انا نعتبره معناه ذكاء كبير ونسميه انا دهاء كروي، دهاء بالمعنى معناها الايجابي، دهاء كروي كبير من الكابتن محمود الخطيب، معناه مثل ما كان لاعب في الوقت ذاك الفريق كان في حاجة إلى مدرب يعرف الأجواء الإفريقية، يعرف الأهلي لأنه يعني يلعب كل سنة الأهلي مشارك في الشامبيونز ليج وسان داونز كل سنة مشارك في الشامبيونز ليج، يعرف كل صغيرة وكبيرة على الفرق الأخرى أيضا اللي مشاركة في الشامبيونز ليج. ما أظنش أنه باش يكون باش يلقى اختيار أكثر من أحسن من موسيماني في الوقت ذاك، يعني اختيار كان أكثر من صائب من الكابتن محمود الخطيب. هل هيكون عندك وقت وفرصة تحضر أي من المباراتين سواء في القاهرة أو في رادس؟ والله إن شاء الله أنا باش نحاول بإذن الله أن يكون متواجد بإذن الله في القاهرة إن شاء الله في مباراة العودة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تنورنا وتشرفنا يا كابتن نبيل. طيب سؤال أخير، مشكور. علي معلول لو تحب توجه له كلمة، وعامل مشوار طيب جدا مع النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة وبقى خلاص جزء لا يتجزأ من تاريخ الأهلي ومن مشوار النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي بيعشق بشكل كبير علي معلول، ايه الرساله اللي تحب توجهها له؟ ايه الكلمه اللي تحب توجهها لاحد ابرز اللاعبين اللي دربتهم حتى مع المنتخب التونسي وكان موجود معاك في كاس العالم في روسيا؟ والله علي نورنا، نور علي نورنا الاهلي. علي نورنا، نور تونس، نور الاهلي، نور كره القدم الافريقيه. والكلام هذا قلت وانا من قبل ونعيده الحين، علي معناها من افضل اذا كان مش افضل باك شمال عرفته كره القدم التونسيه بدون ادنى شك. ونفس الشيء بالنسبه للنادي الاهلي رغم على مرور النادي الاهلي معناها لاعبين كبار في الجهه اليسرى، ونفس الشيء بالنسبه للمنتخب التونسي وكره القدم التونسيه. يعني انا شخصيا معناها تفاجات وانبهرت بالمردود المتميز اللي قدمه الاهلي، اللي قدمه علي معلول مع النادي الاهلي. نتمنى له الاستمرار ونتمنى له يبقى على نفس المستوى والمردود اللي قدمه في السنوات الاخيره. من سوء حظه انه تعرض الى اصابات معناها في الفتره الاخيره، لكن انا متاكد انه بالجديه نتاعه والنديه نتاعه والانضباط نتاعه انه عليه قادر باش يرجع اقوى احسن واقوى من اللي كان باذن الله، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مسيرته ان شاء الله يا رب باذن الله. كابتن نبيل معلول انا بشكرك، انا عارف عطلتك عندك تمرين، بس بجد انا سعيد جدا بهذه المداخله وبشكرك شكرا جزيلا بجد على هذا الكلام وبخصوص حديث مباراه الاهلي والترجي. شكرا جزيلا كابتن نبيل معلول المدير الفني للمنتخب السوري. ولو هتتكلم على مباراة الأهلي والترجي، أكتر واحد عنده ذكريات وعنده تفاصيل كتيرة بخصوص هذه المباراة، وبإذن الله إن شاء الله تكون مباراة كبيرة نشوف فيها تأهل يا رب بإذن الله للنادي الأهلي بعد لقاء الإياب في القاهرة يوم 26 يونيو على حساب الترجي التونسي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد في برنامج الترند بخصوص هذه المباراة الكبيرة، الترجي والأهلي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. نروح بسرعه نبدا مع بعض نشوف ترند الاهلي. اول حاجه معانا الصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك، نشروا بيتسو موسيماني يعود الى القاهره الخميس استعدادا طبعا لقياده تدريبات الاهلي قبل مواجهه الترجي ان شاء الله. الفريق ان شاء الله هيرجع من الاجازه بكره الخميس ان شاء الله، وهيبدا الاستعداد لمباراه الترجي التونسي.
طيب الحساب الرسمي للأهرام بيتكلم على ان بيتسو موسيماني بيستدعي 6 لاعبين من الأجازة للتدريب استعدادا للترجي. بنتكلم على كهربا، جونيور أجاييه، محمود وحيد، أحمد نبيل كوكا، مروان محسن، محمد محمود. هي الفكرة في حد ذاتها ان بعض اللاعبين ما كانوش بيشاركوا بشكل أساسي الفترة الأخيرة، فمحتاجين زيادة معدل اللياقة البدنية. زي ما انتم شايفين على الشاشة اهو الصورة، محمود كهربا النهارده على حسابه الرسمي على الانستجرام نشر صورة للاعبين اللي قرر بيتسو موسيماني ان هم يبداوا التدريبات قبل ما الفريق الجماعي يبدا يتدرب خلال الفترة اللي جاية، عشان الوحدات التدريبية والقياسات تكون متساوية لكل اللعيبة قبل السفر الى تونس لمواجهة الترجي التونسي. طيب نروح كمان للحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر، بيتكلموا على ان بيتسو موسيماني بيطلب تجهيز جونيور أجاييه لتعويض غياب أفشة امام الترجي التونسي. لسه بدري قوي على الكلام في هذا الموضوع، أفشة يوميا حالته بتتحسن، والخيارات الفنيه اللي هيشتغل عليها موسيماني الفتره الجايه محدش لسه عارف، لان الفريق كان في اجازه ولسه ما اتدربش. ففكره ان خلاص عرفوا الراجل بيفكر في ايه وهيحضر مين ويجهز مين بدري قوي، لان لسه قدامنا بنتكلم في حوالي 9 ايام هيكون فيها تدريبات، ولسه تدريبات في تونس. هنشوف في ناصر ماهر، في جونيور أجاييه، أفشة ممكن يبدا اساسي. خيارات الفنيه عديده ومش عايزين نكشف كل الاوراق، لان بالتاكيد الجانب التونسي بيتابع وعارف كل حاجه عن فريق الاهلي. طيب الحساب الرسمي لمبتدا على تويتر اتكلموا على تعديل جديد في خط دفاع الاهلي امام الترجي التونسي. بيتكلموا على ان بعد عوده علي معلول وهيكون بيخوض الجبهه اليسرى كظهير ايسر، هيعود من جديد ايمن اشرف يلعب في مركز قلب الدفاع بجوار بدر بنون. برضه فكره اللي احنا نتكلم كتير قوي في التفاصيل الفنيه بقت اوفر قوي على فكره في المواقع الرياضيه المصريه، لان انا بتابع كل المواقع حتى في افريقيا او خارج افريقيا، التفاصيل الفنيه دي بتبقى شيء يخص الجهاز الفني محدش بيتكلم فيها. الناس بتتكلم في قضايا، الناس بتتكلم في اخبار متعلقه مثلا بقضايا رسميه سواء في اتحادات قاريه او حتى حضور جماهيري او انشاءات ملاعب او تحضير بطولات، لكن الدخول في التفاصيل الفنيه ده جزء مهم جدا وجزء اصيل من حق الجهاز الفني، فالكلام فيه كتير بيبقى ضرره اكتر من فايدته. طيب نروح بقى للحساب الرسمي للكاف، وعامل مقارنات رائعه جدا ما بين لاعبي الاهلي والترجي خلال الفتره الاخيره. امبارح استعرضنا طبعا فريق بن مصطفى مع محمد الشناوي، واستعرضنا محمد هاني مع حمدي النجاز. النهارده عاملين مقارنه ما بين الياس شتي الظهير الايسر للترجي مع ايمن اشرف، من يتالق ويساعد فريقه في التاهل الى نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب عدد المباريات، ايمن اشرف لعب 7 مباريات، الياس شتي 6 مباريات. عدد دقائق اللعب، ايمن اشرف 517 دقيقه، الياس شتي 452 دقيقه. قطع الكرات، ايمن اشرف متالق في هذه الجزئيه، قطع الكرات 10 مرات مقابل 3 لالياس شتي. استخلاص الكره ايضا، ايمن اشرف متفوق ب 6 مقابل الياس شتي 4. البلوك اللي هو بيبقى بيتصدى الكوره او بيقطع الكوره بحيث ان هي ما تعديش، ايمن اشرف 0 هنا، الياس شتي كره واحده. التدخلات على الكوره، ايمن اشرف من اكتر لعيبه بيعمل تدخلات على الكوره، 14 تدخل على الكوره، عشان كده حتى بتلاحظوا ممكن يكون في انذارات كتيره لايمن اشرف في الفترات الاخيره. الياس شتي 5 تدخلات على الكوره. طيب نشوف مقارنه اخرى، المقارنه المره دي ما بين بدر بنون مع عبد القادر بدران، 2 قلبي دفاع، بدر مع الاهلي وعبد القادر بدران مع الترجي التونسي. طيب بدر بنون وعبد القادر بدران لعبوا زي بعض 8 مباريات، دقائق اللعب بدر بنون لعب 707، عبد القادر بدران 722. قطع الكرات، بدر بيتفوق فيها، قطع الكرات 9 مرات مقابل بدر عبد القادر بدران 7 مرات. استخلاص الكره، بدر بنون 19، عبد القادر بدران 33. البلوك، بدر بنون 4، عبد القادر بدران 5. التدخلات على الكره، بدر بنون 6، عبد القادر بدران 8. وده يعني يكشف لنا ان عبد القادر بدران احد اميز لاعبي خط دفاع فريق الترجي التونسي نتيجه الاحصائيات الرسميه اللي في مباريات العديده اللي شارك فيها 8 مباريات في دوري ابطال افريقيا. طيب اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، وبالتاكيد لسه عندنا تفاصيل بخصوص مباراه الترجي والاهلي في دوري الابطال. اهلا بحضراتكم من جديد، للاسف طبعا وقتنا بيجري معاكم بسرعه، لكن هنكمل اخر حاجه معايا في ترند الاهلي. ترند الاهلي النهارده معانا، الاهلي هو اكثر الانديه الافريقيه متابعه على مواقع التواصل الاجتماعي، ده من الحساب الرسمي لريزولت سبورتس على تويتر. دايما الاهلي هو الترند. لو نبص كده على الاحصائيه، النادي الاهلي عدد متابعيه بيقترب من حوالي 33 مليون، بالنسبه للفيسبوك 13 مليون، الانستجرام 7 مليون، تويتر 10 مليون، بنتكلم بقى لغايه لما توصل لقناه اليوتيوب عليها مليون مشترك. يجي في المركز الثاني بفارق حوالي 20 مليون متابع نادي الزمالك 13 مليون، صفحة الفيسبوك 6 مليون، الانستجرام مليون، تويتر 4 مليون، وقناة
قناة اليوتيوب انت بتتكلم في 7000 مقابل ان مليون متابع ومشترك على النادي الاهلي على اليوتيوب. بعد كده الرجاء المغربي 7 مليون، ده توتال. كايزر تشيف 6 مليون، اورلاندو بايرتس 4 مليون، سيمبا التنزاني 4 مليون، بيراميدز 3 مليون، طيب الوداد المغربي 3 مليون، ماموليدي سان داونز 2 مليون، الافريقي 2 مليون. دايما الاهلي هو الترند. طيب نروح لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، هل تتوقع موافقة الكافة لحضور الجماهير في مباراتي الذهاب والعودة؟ طيب نشوف مازن بيقول تونس أساسا مش هتوافق لأن في موجة رهيبة من كورونا اجتاحت القيروان بداية من الأمس. القيروان دي مدينة في تونس وطبعا أحد أنديتها شبيبة القيروان. طيب نشوف كمان مشاركة أخرى، تالين بتقول الكاف هيوافق بس أنا أعرف أن في ظل الجائحة القرار قرار حكومات. كلامك سليم فعلا، قرار حكومات. آخر حاجة مجدي بيقول هيتم السماح بحضور نسبة 20% تمهيدا النهائي اللي هيكون الأهلي بإذن الله طرفه إن شاء الله. يا رب يا مجدي نكون إن شاء الله طرف في اللقاء النهائي، وأنا على المستوى الشخصي أتمنى يا رب بإذن الله تكون نهائي الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن وقتها لكل حادث حديث. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.